الصور قاعد تجيني عن المنتخب الجمهور العراقي يقول في ناس يقولون واردين عند الملعب في ناس يقولون والله الجمهور صدق هالكلام 20,000 ناس ناس نايمة بالملعب صور تنبع الجملة أنا الحين قاعد من ضمنهم صور يعني هذه صورة مثلا يقول لك 20,000 خالد شلل كذاب وراح الملعب الناس مع هاي الحين عند ملعب جذع النخلة الحين في ناس طلعت من بغداد في الليل لحظة بعد في صور ثانية طرشت فيها حصان كل هذه الصورة لا خالد شلل كذاب رحلة ها كذاب شلل شنو راح يكشفه خالد فيقول لك الجو زين الجو حلو فنقعد هناك بالملعب في أي وقت إنه يحضر الجمهور فأغلبية الناس في الوقت هذا يروحون البر فيقول لك هذه فرصة حلوة إن إحنا نحضر المباراة النهائية ومنها خاصة دشوا التاريخ بالحركة هذه إنه ما أعتقد في فريق بالعالم قبل المباراة ليلة الجمهور والله ناس نايمة مستحيل شوف في واحد ثاني بعد تلقوني خلاص يا عم ده انت فتحتني ما لازم انا وانت واحد نكمل بعض عشان تعرف الناس بيجيب لك الخبر الصحيح والله خبر انت بفلوس الخبر حاجه تبقى بفلوس عايز ايه عايز ايه يا خالد هذا مربى نايم تخيل واحد يا خالد بيسبح سباحه مسافات هاي فرشهم معاهم احنا امس انا خبرني واحد قال في حركه جديده بيسويها رواد قلت له كيف قال معنا بيبات كذا صغيره يغوصوا بحشوفوا يتنسق زي كذا بعد دقله رايح ترى على فكره بس حق الجمهور العراقي لازم يفهمون شغله ان مساء رئيس الاتحاد العراقي قال ان مش بس ملعب جذع النخله في ملاعب ثانيه راح تكون راح تستقبل الجماهير يا شباب ساعدوني في الملاعب صح قال ملعب في شاشات ملعب الميناء ميناء ملعب الميناء كربلاء وملعب كربلاء ملعب النجف وملعب النجف اعتقد في بغداد ملعب وملاعب في بغداد في كل مكان بكره الملاعب راح تكون مفتوحه لمشاهده المباراه اعطاء الفرصه حق الجمهور نرجع ونسولف في نفس الوقت ابو جاسم كل اللي ماخذين الفرش ورايحين ذول متطوعين مو جماهير حلو احسنت ايوه ذول متطوعين مو جماهير ممتاز اللي رايح اللي ماخذ الفرش وياه وهذا ذول متطوعين رايحين لانه في حفل في بروفا وبعدين في حفل وفي يعني يوم طويل عندهم تحضير يعني تحضير عشان هذول مو جمهور لهالسبب انا سالتكم لا هذا مو جمهور انا هسه جاني مسج لانه انت تكلمت بهذا الموضوع فجاني مسج قال لي دول متطوعين بس في جمهور انا اليوم تواصل معي فنان اذا جمهور ايش من بغداد لا بس هو يعني التوضيح سيارته ينام قريب من الملعب تو ليش قالوا اعذروا خصوصا ما بنقدر بكره نحضر المباراه لازم اروح على اقرب مكان جنب الملعب واحط سيارتي اوكي انا عندي طلب حق اخواني الجماهير الملعب اذا امتلا اذا انترس خلاص فاحنا بكره عشان ما يصير في نوع من التدافع مثلا نحاول ان يعني نضغط على الامن ونضغط على المتطوعين خلونا احنا بكره نفكر شلون احنا نطلع بصوره جميله وبدال ما احنا نضغط عليهم نساعدهم في التنظيم لان بكره العين كلها عليك بكره انتم عندكم ضيوف الكاميرات متوزعة في كل مكان والناس قاعد يتكلمون ويمدحون العراق وأهل العراق وشعب العراق طبعا أنا عارف متأكد أنا واحد منكم فيكم اليوم عارف أن عندكم شغف وعطش كبير ومتعطشين ومتلهفين أن تحضرون المباراة النهائية ومن حقكم أول حاجة هذه ثاني بطولة بعد عام 1979 اللي كانت عندكم وبطولة إن شاء الله الله يطول في أعماركم ما تحققت إلا من 1988 فأنا عارف أن أنتم مشتاقين حق اللقب وحق هذه المباراة فلذلك اللي ما يحصل لا يروح في الاتجاه أنا ما عندي تذكرة إلا روح الملعب إلا أحضر إلا لا إذا ما عندك تذكرة شوف لك مكان ثاني شوفها في بيتك شوفها في الأماكن اللي فيها الشاشات شوفها في الملاعب المقررة وبالتالي أنت تساهم وتشجع على نجاح المباراة النهائية وتنظيمك لهذه البطولة لأن أنتوا كشعب ما قصرتوا ساهمتوا وشاركتوا بكل أنواع التنظيم بابتسامتك أنت شاركت حتى على مستوى الأمن في الدولة ولذلك أيضا في نقطة ثانية أتمنى من قلبي أن بكرة ما حد يستخدم الأسلحة النارية أو يطلق العيارات النارية أرجع وأقول دائما أنت فنان أنت أنت تعرف تصوب تمام أنت قناص أنت أحسن واحد في رمي السلاح لكن خطأ صغير ممكن تذبح لك روح وأنت جالس في مكانك ما تدري هذا السلاح نزل على من ويا ما صارت واستوت فلذلك أرجوكم رجاء خاص نتوسل إليكم لا تستخدمون العيارات النارية هذه أبدا ابعدوا عنها
نهائيا، خلوا هذه مناسبه ان هذه العيارات الناريه او الطلقات او المسدسات او الاسلحه نرميها في مخزنها ولا نستخدمها ابدا. بجيكم الحين النقطه الثانيه، انت بتطلع من محافظتك وبتجي، انت عارف اصلا وفعليا ان الملعب فل، وانا متاكد ان انت شعورك انك تبي تكون اليوم قبل بكره هناك، بس احنا نتوسل اليكم ما في داعي تمسكون هذا الخط وتجون وانتم عارفين ان الملعب فل، خاصه اذا ما عندك تذكره. بالضبط، اذا ما عندك تذكره رجاء لا تتعنى من هذه المسافه من اي مكان لين تجي هالمكان، واللي مصمم انه يجي تعال حياك الله، لكن ارجوك عن السرعه، عن التجاوز، عن استخدام، يعني احنا نبي نفرح صح، احنا متونسين فيكم، احنا نبي ننقل صوره العراقيين وهم فرحانين، ما تدري خطا سرعه طائشه وانت دري ولا فنان وقاعد تسوق توقع اخطاء الاخرين، واحد دف عليك التاير بنشر يا اخي، اي شيء بالشارع، فيا اخي لا تحزن اهلك، لا تحزن الناس اللي يحبونك، لا يعني تضايقونهم، حرام امهاتكم وابهاتكم ترى يعني ما تعرفون شنو الظن بالنسبه لابوه غالي، فلذلك اطلع وارجع حق اهلك سالم. من المسيره لا تقعدون كل شوي تطلعون لي فوق وتستعرضون في سياراتكم، هذه بعض الرسائل، ان احنا لازم احنا نكون مسؤولين، الامن له دوره، انتم بعد عليكم الدور.